صباح الخير عليكم. انتوما معروفين بالطالبات اللي المحكمة الإدارية حكمت واحد الحكم ديال 20,000 درهم الساعة تأخر إلى ما تنفذش الحكم ديالها. هذا الحكم لصالحكم، هذه واحد جوج سيمانات واقيلة ولا ثلاثة سيمانات باش خرج الحكم. هادو راه قريب وصلوا للملاير. هادو قولوا لي شنو هو أصل المشكل اللي عندكم في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية هنا في أكادير؟ شنو المشكل؟ الأصل ديال المشكل؟ الأصل ديال المشكل هو الاختلاف بين البروف والإدارة على الطريقة ديال كيفاش يسيزيو لي نوت. لا سيزي دي نوت عطات هاد المشكل كله هكا، دونك خلل بين الأستاذ والإدارة. واش جربتوا الامور زعما حبيه مع الاداره مع الرئاسه؟ شنو درتوا؟ نعم التجئنا لجميع الحلول الوديه والحبيه بين البروف وبين الاداره. التجئنا لجميع الحلول وما حتى واحد ما استجاب لينا، وعطينا لي دوموند للرئاسه وحتى هما ما كاينش رد فعل بيناتهم. صافي ومن وراها فاش شفنا بلي جميع الحلول ما كتديش لواحد الحل وسط باش يحلوا لنا المشكل ديالنا، التجأنا للقضاء. المحكمة الإدارية. نعم. اها. التجأنا للقضاء وبصح نصفونا وخرج الحكم الصالح ديالنا. 20,000 درهم للساعة، إمتى خرج الحكم؟ 13 أكتوبر. 13 أكتوبر. دونك شهرين هادي. شحال من مليار جاتكم دابا؟ على التأخير. هذا الأستاذ هذا اللي دابا واش كيتعنت ما بغاش يطبق الحكم، ولا الإدارة اللي ما بغاش تطبق الحكم مع العلم أن الحكم اسم صاحب الجلالة؟ شنو في كاين المشكل؟ في الحقيقة كاين بيناتهم واحد الاختلاف أنهم ما متفقينش على لا بروسيدور كيفاش غادي تسجلوا هاد لي نوت بين الإدارة والأستاذ. كاين اختلاف أنهم في هذيك لا بروسيدور ولا في الطريقة كيفاش غادي يتسجلوا لي نوت. وانتم دابا انتم ضحية الوسط. مش ما كتدخلوا للقرايه ولا لا؟ بالنسبه للدروس كندخلوا باش ما نضيعوش علينا العام، ولكن بالنسبه للاعمال التطبيقيه والنظريه ما كنقدروش ندخلوا. كاينين شي كاين الاساتذه اللي ما كيخليوناش ندخلوا، وفي القانون زعما من حقهم انهم ما يخليوناش ندخلوا حيت الاسم ديالنا ما كاينش في اللوائح ديال الطلبه ديالنا اللي كيقراو. وشنو هو الحل دابا اللي عندكم؟ واش كاين شي حل دابا ولا حصلتو؟ دابا حنا ما كاينش، جربنا كاع الحلول الوديه بين زعما دابا حتى حكم قضائي باسم جلاله الملك وما احترموش. من المرور عليه وما دار لنا حنا حتى شي حاجه. شنو هي 20,000 درهم الساعه؟ وخا ما تنفذش الحكم لصالحنا زعما من المحكمه الاداريه، مازال ما تنفذش هذا الحكم، مازال ما تطبقش باش حنايا زعما الخلافات كاينين ما بين الاستاذ والاداره على واحد للمحضر اللي غيتحطوا فيه النقاط اللي خصهم يصحوهم لينا. الاداره عطات واحد النموذج ديال واحد المحضر كيتم الاعتماد عليه في المؤسسه ديالنا، البروف تم ما قبلوش. لم وبلاتي دابا هو ما قبلش والاداره كتقول شكل، وانتوما وحتى كان واحد الامتحان غادي يدوز وتضمنوا معاكم الطلبه كلهم. كان واحد الامتحان اللي قرر انه يدوز هادي جوج سيمانات، ولكن الطلبة ضمنوا معنا انه ما يدوزوش، وميم زعما ما لقينا حتى شي رد لا من الإدارة، ما لا يحركون ساكنا. اللي نبغيو ندويو عليه هو انه لا مسؤولية ديال الإدارة ديال الأستاذ وديال الرئاسة. حنا جينا الوسط، حنا ما كنطالبوش بشي حاجة اللي ماشي ديالنا، كنطالبو غير بالحق ديالنا. راه حشومة هادشي اللي تمرينا به 6 شهور هادي من شهر 7. دابا 6 شهور وانتم كتمرمدوا في هاد المصيبة؟ لا في العام الأول لا في العام الثاني جينا الوسط، يعني كتموت. اش هاد المسؤولية؟ واش 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 كتنعسوا؟ ديرونا غير في حال ولادكم، راه كنموتوا. واش كيحسب لكم هادشي اللي كندوزو منه هين؟ ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، الله ياخذ فيهم الحق. دابا انتم ما انتم ناجحين، ما انتم كتقراوا، ما عرفتوا المستقبل ديالكم. نهائيا دابا كتدخل الحصص، واخا نقول الحصص ماشي كلهم، ما كاين صراحه شي اساتذه ما كيخليوناش ندخلوا، وكي قالت الكوليك ديالي من حقهم، ولكن راك كتشوف راسك كتضيع، كتشوف التلامذ معاك في القسم اللي نورمالمون تكون في حالك في حالهم. ما كدوزش امتحانات، ما كدوزش لي تي بي. كتشوف كيشاركوا هكا اكشيف وكيهضر في القسم، انت كتموت 1000 مرة، علاش ما نكون انا بحالو؟ ياك عندنا ناجحين بجوج نورمالمون.
يكونوا ناجحين بجوج، علاش هاد المسؤوليه؟ علاش؟ قولوا لي واش عرفتوا بان من نهار حكمت المحكمه الى اليوم 2 مليار و800 مليون ديال الغرامه اللي كاينه على هذا الاستاذ هذا، 2 مليار و800 اللي لصالحكم نتوما لان ما نفذش الحكم ديال المحكمه. كي جاتكم هذا المبلغ هذا؟ كي جاكم هذا المبلغ هذا؟ مبلغ كيبين على الاستيطار ولا مبالاه؟ ما مسوقينش زعما حكم ما تحكمش جلاله الملك ولا ماشي الملك، ما شغلهمش هما. واش غادي نقول لكم؟ حنا كنطالبوا بحقنا، من حقنا اننا نكونوا في السنه الثانيه مع صحابنا كنقراو. لا مسؤوليه كان انا كنوجهها كنقول لا مسؤوليه ديال الرئاسه، حيتاش جربنا جميع الحلول، مشينا عند الاستاذ، مشينا للاداره، توجهنا للرئاسه. رئيس الجامعه ما دخلش، ما كاينش رد. كنقول لك انا من شهر 7 ورا شحال المده حتى لدابا واقفين على الامتحانات، شحال دابا في نظرك؟ مشكل بحال هذا ياخذ هذا الوقت كله، راه حشومه يعني. ظلم ولا لا؟ كاينه ظلم. كنطالبوا غير بالحق ديالنا، ماشي شي حاجه اللي زعما فوق الحق في الدراسه وصافي. هذوك النقاط ديالنا بغينا دابا غير ناخذوا الحق ديالنا ولي نوت يتبدلوا ويتزادوا الاسماء ديالنا في ليست زعما اوفيسيال نظرا لاقتراب الامتحانات. وحنا مقبلين شحال بقى لكم الامتحانات؟ شهر؟ ما كملش شهر. ما عرفتوش دابا واش غدخلوا ما غدوزوش امتحان ولا غدوزوا امتحان فاش من ظروف وانتم ما قريتوش ما درتوش لي تي بي ديالكم؟ ما عرفنا راسنا دابا واش السنه الاولى ولا السنه الثانيه. دابا حنا بقينا معلقين في الوسط، ما عارفين شنو نديرو، وامتحانات قراب. واش غادي نقول لكم؟ الله يسهل عليكم. كنتمنى من الله يدخل شي مسؤول، مادام الجامعه مادام هنايا المدرسه حتى هي وكل شيء ما كاينينش في هذا العالم، شي مسؤول على المدينه ولا شي حاجه اللي وقف بجنبكم. الطلبه عرفت بان كلهم ضامنين معاكم. ايوا الوقفه الجايه اللي غادي ديروا نكون فيها ان شاء الله باش نوصلوا عاوتاني الصوت ديالكم. الله يحفظكم، الله ييسر اموركم.